السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكملوا مع سيكونس دو سنة رابعة ابتدائي الجزء الثاني. ما درت لكمش فيديو طويل، قسمته على تنين، والآن راح نكملوا سيكونس نيميرو دو في الجزء الثاني. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Lis le dialogue. هذا حوار. نقرأ الحوار. Où vas-tu? Où vas-tu? إلى أين تذهب؟ أين تذهب؟ Je vais chez mon ami Majid. Je vais أذهب chez عند mon ami Majid. عند صديقي Majid. عندنا الماسكولين والفيمينين. هذه لازم يتعلموهم. كي نقولوا كلمة ماسكولين دائما لازم يجي في بالنا كلمة مذكر. ماسكولين مذكر، فيمينين مؤنث. ماسكولين مذكر، فيمينين مؤنث. بلوريال جمع. هذو كلمات لازم يفهمهم، وعلى خطر حيتعودوا له بزاف شحال من مره. تما كي تهضر ماسكولين اكري او ماسكولين، تما اكتب في المذكر، تم يفهم بلي راه يهضر على المذكر. اكري او فيمينا معناتها اكتب للمؤنث، معناتها هذا الاسم هذا رجعوا مؤنث. المهم هذه الكلمات بزاف مهمه. عندنا مون كوزان، مون كوزان، مون كوزان ديالي، ملكي. هذو ضمائر الملكية واسمهم، تسمى هذيك الحاجة ديالي ولا ديالك ولا ديالهم. شتو هذوك الضمائر؟ هذوك اللي نزيدوهم، ديالي ديالو ديالهم. شتو هكا بالفرنسي مون تون سون. شتو عندنا مون كوزان؟ كوزان قلنا معناها قريبي، وليد عمي وليد خالي. مون كوزان تسمى ديالي، تسمى قريبي انا. هذا قريبي كيكون مذكر. كيكون في مينا نقولو ما كوزين، قريبتي، فاميلتي انا، فاميلتي. تما كاين فرق بين المذكر والمؤنث. تون كوزان، تون كوزان ديالك، قريبك. تا كوزين، قريبتك. تما للطفله، طفله نقولو قريبتك، وطفل نقولو قريبك. هذا هو الفرق بين تون وتا. هذوما ضمائر الملكيه، تما الملكية تاع من؟ تما ديك الحاجة ديالك، ديالو، ديالها، ديالهم. شتو كيفاش انا نصرفو؟ هكاك عندنا مون تون سون، سون ديالو، سون كوزان. تاع إيل و إل، تاع إيل عفوا، باسكو مذكر. سون كوزان، سا كوزين. مون كوزان ديالي، ما كوزين ديالي، قريبتي. تون كوزان قريبك، تا تا كوزين قريبتك. سون كوزان قريبه ديالو، سا كوزين قريبته ديالها، طفلة. كومبليت لي فراز باغ سا ولا سون. تما سا نستعملوها في المؤنث، و سون نستعملوها في الماسكولين، معناها في المذكر. إل أم، إل، إل شكون إل؟ إل هو. واش انا نقولو مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. مذكر قلنا نديرو سون، في المؤنث نديرو سا. إل أم سون كارتيي، إل أم سون كارتيي، يحب الحي ديالو. إل هي إل أم سا، سا فيل هي إل، نقولو سا. بصح إل نقولو سون، ديالو ديالها. لي لو تيكست، نقراو النص. جاسمين، ياسمين سي لو نوم كو لون دون او جاسمين اون الجيري. شجره الياسمين اللي نعرفوها كامل، نقرا لكم من بعد نشرح لكم. سون بارفان سو ريبون بارتو، جي كويي سيت بلونت لا فيي دو مون ديبار بور مارسيي، جو ريسبير سون اودور، سا فيو me réchauffe le cœur. Ce jasmin, c'est tout mon village. Jasmin, شجرت الياسمين. ياسمين, c'est le nom que l'on donne au jasmin en Algérie. في الجزائر نسميو شجرت الياسمين. هذه اسمها شجرت الياسمين. Son parfum me répand partout. ريحة تاعها تجيني في كل مكان. J'ai cueilli cette plante la veille. La veille معناتها شغل البارح. البارح هي la veille، ماشي نقولو hier. البارح في البارح، لا la veille البارح في الليل، تسمى البارح في المساء
هي لافاي، المساء تاع هذاك تاع البارح. يقولوا له لافاي جي كي زرعت سات بلونت، هذا النبتة لافاي، شغل البارح العشية. هي لافاي دو مون ديبار بور مارسي، عشية ذهابي لمارسي، مارسيليا. جو ريسبير سون اودور، جو ريسبير، جو ريسبير، استنشق سون اودور، معناها الرائحة تاعها، استنشق رائحتها. سافو الرؤية تاع الاخر تاعها، الرؤية تاعها مو ريشوف لو كور، تما كي نشوفها قلبي يحن، قلبي يدفع، عندي دفء في القلب كي نشوف هذيك لا فيو تاعها، الشكل تاعها. سو جاسمان، هذا الورد هذا، سي تو مون فيلاج، هذا كامل الفيلاج ديالي. كومون ابيلتون لو جاسمان اون الجيري، كيفاش نسمو جاسمان اون الجيري؟ نسموه ياسمين. اون ابيل لو جاسمان اون الجيري ياسمين، نسموه حنايا الياسمين. كون متى، كمال كمال اكويي سيت بلونت، وقتاش زرع هذا النبتة؟ جي كويي سيت بلونت لا في دوموندي بار بور مارسي. نكتبو كمال accueilli cette plante la veille de mon de son départ. ماشي mon départ، mon départ معناتها ديالي، son départ معناتها ديالو. La veille de son départ pour Marseille. Avec ta ou ton camarade recopie les déterminants possessifs. هادو ضمائر الملكية، هما لي déterminants possessifs. Déterminants possessif هما ضمائر الملكية اللي هما mon, ton, son, ma, ta, sa. Et le nom et les noms sur ton ardoise. على اللوحة تاعك. نبداو. ياسمين سي لو نوم كو لون دون او جاسمان اون الجيري. هنا ما كاش ديتيرمينون بوزيسيف. سون بارفان، سون ضمير ملكية، سون بارفان نكتبو في اللوحة تاعنا، سون بارفان رائحته. Se répand partout. J'ai cueilli cette plante la veille de mon départ. Mon dieli. Mon départ. Mon départ. هذا نكتبوه الانطلاق تاعي. Mon départ. الانطلاق تاعي. هذا نكتبوه في لوحة. Pour Marseille. Je respire son odeur. رائحة ديالو. Son odeur. نعود نكتبوه هذه تاعي أيضا في لوحة. Sa vue. Sa vue أيضا. النظرة تاعها ولا الرؤية تاعها. مو ريشوف لو كور سي جاسمين سي تو مون فيلاج، مون فيلاج ايضا نكتبوها في اللوحة. هذو هما لي ديتيرمينون بوزيسيف، ولي نون عندنا فيلاج، بارفان، في اودور، وراهي ايضا هاليك ديبار. هذه هي خلاص. هنا ريكوبي سو كي شونج، نكتبوا الحاجه اللي تبدل. مجيد ابيت لو كارتي اميروش، مجيد يسكن في حي عميروش. إل أبيت لو كارتي أميروش. مجيد نعوضوه بإل. غومبلاس لو نو بار لو برينو إل. ماسينيسا فا شي سون كوزان، ماسينيسا يروح عند قريبو. ماسينيسا باش نعوضوه، طبعا نعوضوه بالضمير إل، هو كيما هنا دارو إل. إل فا شي سون كوزان. Écris dans ton cahier. نكتبو في الكراسة تاعنا la phrase interrogative. La phrase interrogative معناها الجملة الاستفهامية. ما تبدأ بالماجسكول وتنتهي بعلامة استفهام. هذه سموها phrase interrogative، جملة استفهامية. Tu as son adresse. نبدأ بالماجسكول ونكملو par un point d'interrogation. هاوليك le point d'interrogation، علامة الاستفهام. Je lis et j'écris. نقرا واكتب. لي puis recopie dans ton cahier. نقرا ومن بعد نعاودو نكتبو في الكراس. Le coiffeur الحلاق، la coiffeuse الحلاقه. درت لكم هذا الدرس، حوسوا عليه في بلاي ليست، تلقاوه مع دروس اللغه الفرنسيه 4 ابتدائي. عندنا غولي لي نون كوم دون ليكزامبل، نعاودو نربط الاسماء كيما في المثال. ان فوندور، une vendeuse. بائع، بائعة. قلنا الأغ تولي أز في الفيمينا. un nageur، une nageuse. نربطو هذه مع هذه.
Remarque, عندنا هادو ما الزوج مي يخلصوا بأغ. بصح شوفوا واش يخلصوا. ان ديريكتور نقولوا اون ديريكتريس، ما نقولوش اون ديريكتوز. دونك ان ديريكتور اون ديريكتريس، ان ديسيناتور اون ديسيناتريس. عندنا هادو ما برك لي يبقى لي يولوا تريس، واللي باقي كامل لي يخلصوا اغ تولي اوز في الفيمينا. Écoute puis montre l'image qui correspondant au nom. نسمعو من بعد نورو الصورة اللي تناسب الاسم. Le pâtissier هاوليك، la pâtissière هايليك، تما اللي تخدم الحلوى مرا pâtissière، وهذا اللي يخدم الحلوى راجل نقولو pâtissier. صافي هذا masculin هذا féminin. Écris les mots qui correspondent à l'image. عندنا laitière ou عندنا infirmière. Laitière معناتها اللي تخدم الحليب. اللي تخدم الحليب تكون مرا. و infirmière هي الممرضة. نسيم est un infirmier. نسيم هو ممرض. كريمة est une infirmière. Infirmier infirmière, infirmier masculin, infirmière féminin. Kamel est un laitier. Samia est une laitière. Tma wesh stentejna li khlas bel i e r yitbaddal i wli ndirolo i e accent aigu r ou l e. Une laitière. صافي خلاص بأغ تولي أز صف هادو إلا هادو، ولي خلاص إي تولي إيغ. نزيدو لها واش نزيدو لها الأو ونديرو لها هنايا الأكسون. صون إي لتر لي أوت فوا نقراو بصوت مرتفع، بوي ركوبي لي مو كي كونتيان الأس ولا الزد. تسمى نعاودو نكتبو الكلمات اللي فيهم الأس ولا الزد. ألا سالاد، سمعنا السا بالاس هاي ليك على سالاد. كون ال بوسرا بوسرا شتو دو اس اون لا مانجرا، ما سمعناش الاس. افيك دو لويل دو لا سيبولات، سمعنا سي، سمعنا سي خاطش قالك كي تسمع سي. اي دو سيترون افيك زيزو كي يا دي زونيون اون توت سيزون. شتو هنا في بلاصة الاس راهو بالاخضر، كي سمعنا الاس درناه بالاخضر، كي سمعنا الزد درناه بالاحمر. لي بوي ركوبي لو تيكست نقراو من بعد نعاودو نكتبو النص. سوليني اون روج بالاحمر الا اي اون فيغ الا اللي فيها اكسون. هذا فهمتو في شرح تاع الدروس، راهو تلقاوه في دروس اللغه الفرنسيه 4 ابتدائي. لا بالونسواغ الأرجوحة، وين قلنا وين نلقاو الا كيما هذه نديرو عليها نسطرو عليها بالاحمر، وين نلقاو الا اللي فيها الاكسون نسطرو عليها بالاخضر. ملكة ما تقولوليش نسطرو هنا وهنا، لا 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 لا، هذه ملكة راهي اسم ديريكتومون، بصح كي نلقاوها في الوسط وحدها. ملكة اي سلمى ادور سو بالونسي. Une corde attachée à. هايليك أ وحدها هنا اللي نسطرو، بالك تسطرو هنايا وهنايا، هادي كي تكون وحدها أ راكم تشوفوا فيها كيما هادي نسطروها بالأخضر. أن أغبغ أو أ أيضا نسطروها بالأخضر. أن كلو. أون بلونش إي لا بالونسواغ إي كونستيتوي. إل نيا هايليك أ نسطروها بالأحمر. Plus K, avec un stroh bleu, se laisser emporter dans les airs et A, avec un exemple bleu, chanter. Dicter, avec imla, mon voisin a un magasin à la sortie du quartier. Qaribi, عنده محل عند الخرجة تاع الحي. هذه مليح نديروها لهم ك املاء. Rouho la page 28. Je m'entraîne et t'emmerren. Regarde le dessin du quartier de Tanina, puis aide Amira à trouver la maison de sa camarade. عندنا un dessin
وهنا نعاونو تانينا باش تفهمنا الطريق. عفوا نعاونو أميرة. أميرة تليفون أتانينا. أميرة عيطت في تليفون لتانينا. أميرة تو أبيت أو وين تسكني تانينا؟ أميرة عيطت لتانينا وين تسكني؟ تانينا جاوبها جابيت أسكن أون فاس، معناها مقابل دو. راهي واش راهي تقابل؟ واش راكم تشوفوا هنايا؟ واش راكم تشوفوا هنا؟ انا نشوفوا حديقه، نقولوا له اون فاس هذيك اون فاس، نكتبوا هنا اون فاس دو جاردان، اون فاس دو جاردان هكا، بري دو اون فاس دو جاردان هاوليك، بري دو بري دو لا ليبروري، بري près de la librairie. Librairie اللي هي المكتبة. Librairie près de la librairie. Pas loin ليس ببعيد. Pas loin de l'hôpital. L'hôpital. Pas loin de l'hôpital. ماشي بعيد على المستشفى. Dans la rue, في شارع، اقراو شارع حسيبة بن بوعليج، شارع la rue de، dans la rue، rue حسيبة، نكتبو ماجيسكولا باسكو راهو راهو نون بروبر، بن بوعلي، بن بوعلي عفوا. بن بوعلي هنايا ماجيسكول غلط، هاوليك المهم هاوليك شارع حاسيبه بن بوعلي، فوالا حاسيبه بن بوعلي. لي لو تيكست. مجيد ابيت لو كارتي اميروش نيميرو 20 رو دو لا ليبرتي، نوتر ميزون سو تروف اون فاس دو سالون دو كوافور بري دو لا باتيسيري. عندنا ما ومون، قلنا الما نستعملوها في الضمير الملكية في المؤنث، مون في المذكر، هذه في الفيمينا، هذه في الماسكولا. لو كارتي او جابيت، كارتي وين سكن، سي اذا كانت طفلة، عفوا لو كارتي راهو لو كارتي، لو كارتي معناها راهو مذكر، لو كارتي نقولو مون، سي مون كارتي. لا ميزون راهي لا هنا راهو مؤنث، نستعملو ما. لا ميزون او جابيت سي ما ميزون، خاطرش ديالي، خاطرش لا ميزون هي مؤنث. اي توا تو ابيت او، وانت وين تسكن؟ موا جابيت لو كارتي، انت تقول الشارع تاعك وشنو واش اسمو، لو كارتي الحي تاعك واسمو، لا غي واش من الشارع، notre maison est en face du ou la de، واش راكم نتوما واش مقابل المنزل تاعك، فارماسي مقابل لا موسكي الجامع، مقابل لوبيتال جامع المستشفى، مقابل ان جاردان، واش مقابل انت تقول بري دو، قدام يكون تاني لا بوست ولا واش يكون قدامك تكتب وشنو. وهنايا لا شونسون، من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات حول لي شونسون. L'imagier de notre quartier. Je fais comme Majid. Ndiro kima Majid. Chouf. Majid rsem le bayt ta'o. Men ba'd kayen salon de coiffure qdamo. Mahal hilaqa. J'habite à côté du salon de coiffure. Nskoun qdam salon de coiffure. Ou nta tkhtar menna. Tkoun j'habite hada qal à côté. Tkader tkoul pas loin de. Mashi b'id ala la boulangerie. محل تاع مخبزة ولا لا موسكي الجامع ولا انفاس لا بوشغي ولا انفاس الجزار ليسونسييل ولا اكوتي دو لا فارماسي، عندك صيدليه قدامكم. المهم ترسم بيت تاعك وقدامه تكتب، وتكتب جابيت اكوتي ولا انفاس ولا با لوان دو، وهنا تكتب واش يكون قدامكم، واش كاين قدام الدار. جو ديسين او جابيت، نرسمو نرسمو وين سكن. هاي لك الدار تاعنا، هذا يسكن قال جابيت بخي دو لا فارماسي، نسكن قدام الفارماسيا. جو شوازي هنايا نختار ان انديكاتور دو ليو، هنا نقولو واش كاين مكان، ونقولو جو ديسين ما ميزون، نرسمو المنزل. جيكري او جابيت، نكتبو جابيت
près de ولا pas loin de ولا à côté de ونكتبو واش كاين قدامنا ونرسموه. Avec mes camarades, nous fabriquons l'imagier de notre quartier. ترسم رسم مخطط زعما على الحي تاعكم واش كاين قدامكم واش كاين en face ليكم كيما راهي هنايا و j'écris un texte pour présenter notre quartier. نكتبو النص باش نكتبو النص ونوصفو دارنا وين جايه راهي en face هادي à côté de كيما كامل قرينا دائما نفس الكلمات. هنايا كاين انشوده من بعد ان شاء الله ندير لكم فيديوهات حول هذه الانشودات. وهنا نكملوا اخر صفحه اللي هي 31 من سيكونس نيميرو 2. ريغارد لو ديسان بي ديس كيليا دون نوتر كارتي. من بعد نقولوا واش كاين في الشارع تاعنا. شوف واش كاين عنده ان ماغازان عنده اون بولونجري سوبيرات ريستوران ان ايكول وهنا ان جاردان شتو. Notre quartier se situe à la sortie de la ville. Le حي تاعنا جاي في الخرجة تاع la ville. Près de la gare routière, قدام محطة السير. Il y a un grand magasin des chaussures. كاين محل كبير تاع الأحذية. Une supérette, متجر supérette. Une boulangerie marbaza, un joli restaurant matam jamil et un jardin public wakayn hadika amma. La mosquée le jama ou le masjid se trouve au milieu des maisons. Masjid moujoud fi wasat el manazil. C'est le quartier le plus propre de la ville. Hada anzaf hay fil medina. Écrit vrai au fond, qulu sahih ou khata. Notre quartier, شارع تاعنا, se situe à la sortie de la ville. شارع تاعنا, الحي تاعنا عفوا, يقع في الخرجة تاع la ville. Oui, c'est vrai, se situe à la sortie de la ville. هنا نكتبو vrai. Dans notre quartier, شارع تاعنا, il y a une salle de cinéma. قلنا احنا سينما, قلنا بلي كاين salle de cinéma قدام هذا الحي. لا, هنا نكتبو faux. La mosquée, le masjid, se trouve au milieu des maisons. El masjid mawjoud fi wasat el manazil. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Niktbou, vrai. Notre quartier est le plus propre de la ville. El hayy ta'na huwa anzaf hayy fi el medina. Na'am, sahih, niktbou, vrai. Lis, puis écris la phrase dans ton cahier. Niktbou, près du bassin, 5 oiseaux sautillent sur le gazon. هادي نكتبوها في الكراس تاعنا. Production écrite. À ton tour, écris un petit texte pour présenter ton quartier. نكتبو الشارع تاعنا. نقدروا نرفدوا منا كلمات. Notre quartier se situe وين جاي في الدخله في الخرجه. نقدروا نكتبوا نفس النص كيما هذا. Près de قدام وشنو واش كاين قدامكم. Il y a un grand واش كاين قدامكم ايضا كيما هنا قال كاين grand magasin de chaussures. لا كاين سوبيرات قدامكم لا كاين مخبزه قدامكم. من هذا النص تقدروا في هذه الكلمات تقدروا ديروا نص صغير توصف فيه الحي تاعكم. هكا كونوا كملنا الفيديو. سامحوني على بالي بلي بزاف طويل لكن حبيت نشرح جيدا باش يكون مفهوم بالنسبه خاصه للامهات باش يقدروا يفهموا ولادكم. شكرا لكم وانتظروني مع حل تاع كتاب الأنشطة رابعة ابتدائي سيكونس 2 عن قريب. بارك الله فيكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.